بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء مرحبا بكم. مقابلة كانت مفتوحة، كانت مقابلة ضد فريق قوي سردو في الفترة الأخيرة في ديناميكية إيجابية، وبعد تراف ناظم بوركان عمل نتائج محترمة، دو فيكتوار وماتش نيو قبل ما يلعب معنا في الريبليز نتاع تراف. كنا عارفين اللي كانوا ينتظر فينا مقابلة صعيبة في الديوال، صعيبة لازم نكونوا جاهزين على مستوى الابليكاسيون تكتيك، على مستوى البولاريتي، على مستوى الترانزيسيون. سانسيرمون الملاعبية اليوم عملوا ان غرو ماتش، فوليوم كبير، وصلنا العديد من المرات للمناطق الدفاعية نتاعهم، وكانت فيه وضعيات وفرص سامحة للتسجيل. سجلنا هدفين، وكانت سيطرة ميدانية كبيرة بالنسبة للفريق نتاعنا. ما ننساوش لكن في نفس الوقت كانوا فما دي كونتر رابيد دو طون زاوت، خلى الدرسير يطلع بطريقه سريعه. عرفنا كيفاش نتعاملوا مع الوضعيات هذوكم. ان جرون انس زنيتي اليوم عمل ان جرون ماتش، الدفاع كيف كيف، وسط الميدان كيف كيف، والمهاجمين قاموا بالاضافه على مستوى تسجيل الاهداف. نشكر اللاعبين كل على المردود الغزير هذا وعلى العطاء، عطاوا نسخه نتاع ايماج، ناس تقاطعت في الكيران، ناس مامنه اللي تجينا هنا باش نروح، جينا بفكره واحده ما فماش فكره اخرى، سي جون رابورتي لي 3 بوان. الحمد لله وصلنا للهدف بتاعنا، ومن طنز إنه كيف كيف الصوت العالي في الميدان كان صوت جماهير الرجاء كالعادة، طاقة كبيرة يعطيوها للاعبين، إضافة كبيرة، خلونا حتى لآخر لحظة نتجراو 100%. نقول لهم برافو برافو، جمهور الرجاء هو اللاعب رقم واحد في الفريق ويستحق اللي باش نفرحوا.